السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة 15 من دروس تعلم الإلكترونيات الرقمية، اليوم راح نتحدث عن الأوسلوسكوب سبيسيفيكيشنز أو المحددات الخاصة بالأوسلوسكوب. أول شيء يحدد عمل الأوسلوسكوب هو الباند ويث. الباند ويث هي عبارة عن حزمة أو مجموعة من الترددات الخاصة بالإشارة المدخلة اللي نقوم بعملية إظهارها على شاشة الأوسلوسكوب، أو قصدنا الإشارة اللي يقوم الأوسلوسكوب بمعالجتها دون حدوث أي تشويش، أو يعني تشويش قوي أو تشويه بالإشارة قوي. والباندويث هو عبارة عن التردد اللي يكون بالإشارة المدخلة أو الانبوت سيجنال تقل إلى حوالي 70.7% من قيمتها الأصلية أو السعة الأصلية للإشارة، نسميها بالامبليتيود. إذا 70.7 من الامبليتيود الخاص بالأوريجينال إنبوت سيجنال، هذا هو الباند ويث فريكوانسي. طبعا هي سينوسويدال إنبوت سيجنال، إشارة ساين ويف. طبعا أكو قاعدة عامة بالأوسلوسكوب إنه إحنا نستخدم السكوب واللي يكون المينيمم باند ويث او اقل باند ويث خاصه بي على الاقل ضعف اعلى تردد بالاشاره المدخله. لو نتحدث عن البلس سيجنالز او الاشاره اللي تكون بشكل نبضه، تكون حافه الصعود جدا حاده بهذه الاشاره، وكذلك حافه الهبوط او الفولينج ايدج واللي هي متكونه من تراكب مجموعه كبيره من الهورمونكس أو الذبذبات ذات تردد عالي. على سبيل المثال، لو نفترض بأنه عندنا بالس ويف فورم بشكل بالس واللي يكون حافة الصعود وحافة النزول حادة وتكون بشكل سكوير شكل مربع، ونفرض بأنه ترددها 10 ميجا هرتز، وهذه البالس ويف فورم تحوي على فاندمنتال سينوسويدال ساين ويف تكون ترددها 10 ميجا هرتز ايضا، واللي نسميها الفاندمنتال. بالاضافة الى ذلك عدد كبير من الهاي فريكوانسي ساين ويف تكون بصورة كافية اللي نسميهن بالهارمونكس. وبصورة عامة على مود تكون عملية الكابتشرينج او التقاط الصورة او رسم الاشارة على الاوسلوسكوب تكون دقيقة، لازم يكون الباند ويدث الخاص بالسكوب بحيث يتمكن من انه يكون او كابتشرينج يلتقط هذني الهارمونكس او العديد من هذني الهارمونكس، على مود يكون الشكل اللي يظهر على شاشة الاوسلوسكوب هو سكوير ويف، لان السكوير ويف جاية من حاصل جمع كل هاي الاشارات الساين ويف الفاندمنتال زائد الهارمونكس، فلازم الهارمونكس تتضمن ضمن الباند ويث الخاصة بالأوسلوسكوب. في حالة عدم التقاط أو الكابتشر لعدد كافي من الهارمونكس اللي تألف هذه البالس ويف فورم، راح يؤدي ذلك إلى ظهور موجة مشوهة distorted. بالإضافة إلى ذلك تكون كل القراءات خاطئة. الآن ننتقل للسبيسيفيكيشن الثاني للأوسلوسكوب واللي هو sampling rate، معدل أخذ العينات. طبعا sampling rate كتعريف هو المعدل اللي يكون عنده الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي يحول من انالوج الى ديجيتال، يكون مؤقت او كلوكت على اساسه، واللي يكون طبعا بداخل الأوسلوسكوب، واللي من خلاله نحول الإشارة الداخلة إلى إشارة رقمية أو نسوي عملية رقمنة الإشارة. طبعا السامبلينج ريت والباند ويث تكون علاقتهم غير مباشرة مع بعضهم، لكن السامبلينج ريت لازم يكون 5 أضعاف الباند ويث على الأقل. هذا الشكل راح يوضح لنا شلون الفرق ما بين إنه نأخذ لو سامبلينج ريت وهاير سامبلينج ريت. يكون السامبلينج ريت هنا قليل والسامبلينج ريت هنا يكون عالي. مثل ما تلاحظ هذه هي الإشارة المدخلة، وهنا
السامبلينج ريت يكون قليل، هنا 3 سامبلينج ريت هنا، فتلاحظ بأنه تكون الإشارة تكون بشكل خط مستقيم على يمر خلال ذني الثلاث نقاط. هاي الحالة لما يكون السامبلينج ريت معدل أخذ العينات قليل، فهنا سامبل هنا سامبل هنا سامبل، فيجر خط مستقيم يمر خلال كل هذه النقاط. فتلاحظ بأنه هذا الشكل يكون مختلف كثيرا عن الشكل الخاص بالإشارة المدخلة، وهذا هو عبارة عن تشويش أو تشويه للإشارة المدخلة. بينما لو زودنا السامبلينج ريت فتلاحظ هنا سامبل هنا سامبل هنا سامبل هنا سامبل، فيكون الشكل أقرب إلى الإشارة المدخلة اللي تكون باللون الأسود، فاللون الأزرق الذي هنا والذي يمثل عملية أخذ العينات أو السامبلينج ريت يكون أكثر شبها بالإشارة المدخلة. وبهالحالة لما تكون أكثر شبه بالإشارة المدخلة نقدر نسوي لها ريبروديوس، نعيد إنتاجها على شاشة الأوسلسكوب وتكون شبيهة بالإشارة الإنبوت. الآن راح نتحدث عن سبيسيفيكيشن آخر واللي هو الريكورد لينكث. طبعا الريكورد لينكث هو عدد السامبل اللي يقدر الأوسلسكوب انه يسوي لها كابتشر او يلتقطها ويقوم بخزنها. هنا اللي يحدد اعلى ريكورد لينكث هو الكاباسيتي او سعة الخاصة بالاكويزيشن ميموري اللي ذكرناها بداية الشرح عن الاوسلسكوب بالشكل الخاص بالتركيب الداخلي للاوسلسكوب، حيث انه شفنا انه اكو ميموري ذاكرة الاستحواذ، هاي الذاكرة هي سعة مالتها تحدد اعظم ريكورد لينكث. طبعا هذه الميموري لازم لها القابلية على خزن كل البوينت النقاط اللي تمثل بالسامبل خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي الريكورد لينكث إلى علاقة مباشرة بسعة الذاكرة. الآن لو نجي إلى هاي المعادلة البسيطة واللي يكون بها الأكويزيشن تايم يساوي الريكورد لينكث على السامبلينج ريت، هذه المعادلة تمثل العلاقة ما بين الأكويزيشن تايم والريكورد لينكث والسامبلينج ريت. طبعا الأكويزيشن تايم هو نقدر نقول عنه انه الفترة الزمنية المطلوبة لأخذ العينات. طبعا كل من الأكويزيشن تايم والسامبلينج ريت يكون محددات بالريكورد لينكث. لنفترض هسه بأنه الريكورد لينكث هو عبارة عن 1 ميجا سامبلز أو 1 مليون من السامبل، يعني مليون عينة نقدر نقول أو مليون سامبل. هذا هو الريكورد لينكث واللي يتحدد من الكاباسيتي الخاصة بالميموري. يعني هسه احنا نملك مليون عينة، ونفترض بأنه السامبلينج ريت هو 200 مليون عينة لكل ثانية، يعني خلال كل ثانية نقدر نحصل او نسوي 200 مليون عينة. يعني هسه قلنا بانه الريكورد لينكث هو 1 مليون سامبل، بينما السامبلينج ريت هو 200 مليون سامبل لكل ثانية، وبالتالي شنو الوقت المستغرق على مود يصير او نحصل على 1 مليون سامبل. هنا نطبق هاي المعادلة، نجي نعوض ال ريكورد لينكث ونعوض السامبلينج ريت، فراح نحصل الوقت المستغرق او الاكويزيشن تايم اللي نحصل بيه على حوالي 1 مليون سامبل، وبالتالي الناتج يكون 5 ملي سكند الخاصة بالاوسلوسكوب اكويزيشن تايم، وبالتالي السيجنال هذه اللي جاي نسوي لها كابتشر ونريد نستلمها نقوم بعملية استلامها خلال 5 ملي سكند، ونقوم بعملية عرضها على شاشة الأوسلسكوب وأيضا خزنها في هذا الوقت الذي يساوي 5 ملي سكند. الآن ننتقل للريسوليوشن، هذا المحدد أو السبيسيفيكيشن راح نشرحها هسه. طبعا الريزوليوشن هو عدد البيتس اللي يمثل السامبل او عدد البيتس اللي يمثل السامبلد فاليو، القيمة اللي اخذنا لها عينة احنا راح نمثلها بيتس،
فعدد البيتش هو اللي يمثل هذه القيمة اللي أخذنا لها عينة تمثل الريزوليوشن. القانون هو كالتالي: عدد الديسكريت فولتج ليفل واللي نستخدمه على مود نمثل السيجنال الداخله يعرف على انه 2 اوس اكس. طبعا الاكس هنا هي نفسها الريزوليوشن، وبما انه الريزوليوشن مثل ما ذكرنا هي عدد البت اللي تمثل السامبلد فاليو، فوحده الاكس واللي هي الريزوليوشن بتس، الوحده مالتها هي بتس. فمثلا لو كانت الريزوليوشن هي 4 بت فاحنا نحصل على 2 اس 4 ويساوي لنا 16 ليفلز او 16 مستوى من التمثيل، او 16 مستوى يمكن ان نمثله. في حالة انه الريزوليوشن 8 بت ف 256 ليفلز يمكن ان نمثلها. وكل ما زادت عدد الليفلز اللي تمثل السيجنال او نستخدمها لتمثيل السيجنال فكل ما كان الريزوليوشن اعلى وكل ما كانت النتائج اللي نحصلها ادق للاشارة الاصلية. او نستطيع ان نقول بانه نحصل على تمثيل دقيق للإشارة المدخلة أو الـ input signal بزيادة الـ resolution، بمعنى زيادة الـ level لتمثل الإشارة المدخلة أو لتعبر عن الإشارة المدخلة. الآن راح ننتقل للـ highly specification واللي هي الـ vertical sensitivity. طبعا هاي الـ vertical sensitivity تمثل قابلية الـ amplifier أو الـ vertical amplifier الموجود بالأوسلسكوب على تضخيم الإشارة المدخلة. طبعا الـ vertical sensitivity دائما ما تجي بوحدة الفولت واللي تمثل وحدة الفولتية، وكذلك بالملي فولت والمايكرو فولت لكل تقسيمة عمودية على الشاشة. طبعا احنا شفنا التقسيمات السابقة للشاشة على الديسبلاي، التقسيمات العمودية وأفقية، احنا هنا نتحدث عن الـ vertical، هاي التقسيمات العمودية. فاحنا يكون هذا الامبليفاير يكون يا اما بالفولت بالمايكرو فولت بالملي فولت للتقسيمات الخاصه اللي تكون بشكل عمودي على شاشه الديسبلاي الخاصه بالاوسلوسكوب. الان راح ننتقل الى هذا السبيسيفيكيشن واللي هو الهوريزونتال اكيوريسي. الهوريزونتال اكيوريسي واللي يعرف عنه بانه البيس تايم كذلك او التايم بيس، واللي يبين دقه horizontal system النظام الهوريزونتال في عرض التايمينج او الزمن للاشارة المدخلة. وغالبا ما يكون نسبة مئوية هاي الهوريزونتال accuracy. طبعا التايم بيس يكون مبين على الهوريزونتال اكسس او المحور الافقي مثل ما ذكرنا سابقا، ويكون بوحدة معينة خاصة بالزمن واللي هي second pair division، سكند لكل تقسيمة، شقد ثانية لكل تقسيمة. شكرا لاستماعكم، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة.